ابو محمد كيف الحال؟ الحمد لله نشر الله. شو اخبارك؟ طيب الحمد لله بخير. عساك بخير. يا هلا فيك، يعطيك الصحه والعافيه. يعافيك. منور ما شاء الله. منور طبعا. بقولك اخوي الله يخليك، اليوم معنا محمد وان شاء الله راح نطلع على الشارع. راح يعطينا فكره كيف التحكم في المقود وفي المسار الصحيح بدون ما السياره ما تنحرف بجهه اليمين وجهه اليسار. وما شاء الله عليه محمد متمكن، والان راح نطلع من مواقف وراح محمد يخبرنا الخطوات الطلوع من المواقف الطريقه، وايضا لما يكون في المسار مسكت الستيرنج. محمد انت مستعد؟ ان شاء الله تعالى. اول شيء طبعا الحزام الامان عشان حفاظا على سلامتك والاخرين. ونمشي على اشاره خطر 4. انزين، وبنرفع بنحط الار زين، ونظرة نظرة للخلف ونظرة للخلف كذا، ونكسر يمين. طبعا انت بتروح يسار تكسر يمين. تكسر يمين طبعا لحد ما تك السيارة مستقيم من الإشارة، ونخلي ستيرنج صح ونحطه في الدي طبعا، ونتوكل على الله. ونضرب إشارة يمين ان شاء الله راح نطلع على الشارع الرئيسي اللي هو الشارع العام. بنوقف وقف تام، انظر الى اليسار اذا ما في سياره او لا، على طول نتحرك. بسم الله. كم السرعه محمد هنا؟ 60. ممتاز. طبعا ما ندوس هذا الخط المتصل، الخط الاصفر المتصل والخط هذا. نعم، اللي في الوسط اثناء المنحنى اللي هو المنحنى القوي يكون الف شيء خفيف. شيء خفيف يعني السرعه تكون على تقريبا كم؟ اخفف السرعه. منحنى قوي يعني عشان اوازن السرعه. ايوه اخفف السرعه. أثناء السياقة محمد. نعم. يعني اللي يفترض وانت في المسار يعني نظرات العين تكون باتجاهات المرايا اليسار ويمين. أيوة والوسط طبعا. صح؟ طبعا هذا شيء أكيد. أيوة بين فترة وفترة طبعا، لأن تخاف على أحد سبحان الله، تنتبه أحد بيجاوزك ولا أحد. أيوة أو شيء كنت انتبه، وإذا كان أمامي سيارتين ثلاثة انتبه السيارة اللي من بعدها. صحيح. اذا ذاك خفف خلاص انا اخفف، عشان يمكن هذا يمكن يخسر تليفونه ما ينتبه. صحيح، عشان هو بيصدم السياره الاولى وانا بصدم السياره الثانيه وتصير الكارثه. وتصير الكارثه. نعم الله يبعد عني الدوار. تكف ستيرنج على الخفيف. هذا طبعا في الدوار. في الدوار اثناء الدوار كذا، من بعد الدوار تدوس شوي بترول عشان ما تخاف، عشان ما تسبب ازدحام. الان احنا في الدوار محمد صح؟ نعم. يعني المفروض في الدوار ما توقف صح؟ طبعا. الا اذا كان في سياره. ممتاز طبعا. ايوه، لكن اذا ما في سياره لازم تخفف السرعه. ولف الستيرنج على راحته. ايوه. عشان ما تنحنى السياره الى الشارع الثاني. طيب. هذا دوار غيره؟ طبعا هنا اخفف. عشان تبى اشوف يسار اذا في سياره اوقف وبعدها اتمكن ادخل الدوار. بالضبط. الان دوار يكون سيده طبعاً. فلازم تمسك اليمين طبعا. اذا بغيت اكسر يسار امشي قدام متر مترين بعدها اكسر يسار، انتبه اول اشوف بالمرايه اليسار، اذا ما في سياره على طول اكسر يسار امسك الشارع الثاني. إذا لما ادخل الشارع الثاني على نص السياره بعدين ادخل بالكامل. صحيح. إذا بغيت تروح دوار يسار تمسك وين؟ أي خط؟ خط اليسار قبل مترين. ودوار رجوع الخلف؟ أمسك يسار قبل متر أو مترين. تكون على الخط؟ نعم. أما إذا كان يمين أو سيدة تمسك وش خط وش؟ اليمين. ممتاز 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 جدا. هي طبعا لازم توقف وقف على السرعة، نظر على اليسار. أيوه. تنتظر هذا يروح بعدها تتحرك. يعني
هذه إشارة أو لائحة افسح المجال. نعم. ما مفروض توقف تام إذا ما في سيارة ما في حد، لكن لو في حد لو في سيارة توقف يكون في توقف تام. أهم شيء التركيز، نعم أهم شيء التركيز. صراحة أبدعت في السياقة ما شاء الله عليك يعني. آدم فضل الله ربي. يعطيك العافية. من ثم فضلك أنت أخوي أحمد. حبيبي جزاك الله. حياك يا شيخ محمد، حياك ما شاء الله عليك. سائق صراحة ماهر يعني متمكن، يعني مسكة الستيرينج مسكة صحيحة، وفي المسار سيارتك ما تنحرف لا يمين لا يسار ما شاء الله عليك، وفي السرعة يعني مرة في السرعة المحددة. حياك محمد. انت في البداية لما جيت تتعلم سياقة كان في عندك خوف ويعني وارتباك وكذا؟ طبعا البداية فينا ارتباك وخوف، والحمد لله مع الايام مع الاستاذ احمد المدرب احمد ما شاء الله الخبره هو اللي كسر عن الخوف وتجاوز عن الخوف، كان دائما يشجعني ويحمسني دائما يقول لي خلي عندك ثقه، والحمد لله من فضل الله ثم من فضل الاستاذ احمد المدرب الخبير ما شاء الله عليه صراحه هو اللي كسر عن الخوف. الحين احس سهل، احاول قدر المستطاع ما تقصر صراحه، الحمد لله ما قصرت جزاك الله الف خير، والحين اقدر اسوق سياره وبكل ثقه من فضل الله انت من فضل الاستاذ احمد ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. اللهم امين يا رب ان شاء الله من التراي الاول باذن الله. ياك شكرا باذن الله. انا تعجبني المشي الستيرنج لما تمسك الستيرنج يعني صحيحه جدا، ويعني في المسار ما في انحراف لا تروح يسار ولا يمين، يعني هذا شيء طيب صراحه عشان لا سمح الله صار قدام شيء او حادثه وبريك كون خلاص انا كون ستيرنج أيوة. ماسكنا خفيف اقدر الف ولا أيوة. ستيرنج اثناء السرعه يكون خفيف الستيرنج أيوة. ما امسكه مسكه قويه او اقفل اليد صح صح نعم. اثناء المسار يعني لازم يكون في مسافه الامان صح؟ طبعا 100% هذا شيء مهم جدا يعني ضروري، لان لا سمح الله ضرب بريك يكون عندي مسافه، لان لو قدام يعني لو رصيت السيارة طبعا بيصير حادث. بالضبط صحيح صحيح. لازم تكون ايضا سائق وقائي في الامور هذه طبعا متحذر. حياك محمد حياك. الله يحييك استاذ احمد، اشكرك كثير كثير والله صراحة. هذا واجبنا حقيقة ما شاء الله عليك صراحة مدرب يعني غنى عن التعريف. هذا مدحني انت حد واجب؟ اي ولا ما تبانا من حي. ما يحتاج مدح والله. لا اقول لك ما شاء الله عليك يعني جزاك ما شاء الله عليك يعني وكذا كلمة شكرا كفاية. احسنت. وش رايك عن الخوف هذا من وش يجي؟ يعني لما الشخص مثلا يجي يتدرب ببداية جديد وكذا من وش يخاف؟ لان تخاف سبحان الله مثلا ما يعني تعرف مثلا تجيك قدام سيارة يضرب فيك ما تعرف تتصرف او صار قدامك حادث ليش لانك يعني ما عندك تصرف ما تعرف تتصرف لانك مبتدئ جديد يعني تصير لك فجاه يعني اول مره تصير لك هذه المرحله طبعا يكون خوف يعني ما لانه ما مريت في هذه الامور ما مريت يعني بالضبط. لكن طالما المدرب معك ما تخاف يعني ما تشيل اهتمام في هذا الموضوع لانه حد بيكون معك لان العين الثانيه المدرب فما في داعي الخوف يعني. هو المدرب طبعا الحمد لله رب العالمين والحمد لله يكون عنده بريك ثاني يقدر يمسك عن السكان يب. لكن سمح اذا سمح الله وانا بروح وشال اهلي كون خلاص كون انتبه اكثر اكيد اكيد لان في النهايه بعد لما اتمكن وانجح في الليسن الحمد لله رب العالمين هنا ساعتها راح يكون غير شيء ثاني يعني انتبه اكثر لان كان سابقا كان معي مدرب وعنده كان بريك ثاني ويقدر ينبهني اكثر لكن بعد ما طلع الليسن انتبه اكثر 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 انتبه صحيح. اتذكر كلامه اتذكر اثناء رجوع الخلف مسافة الامان حزام الامان ما شاء الله عليك حياك الله احمد عادل حياك الغالي حياك حياك عادل نتكلم نتحاور تكلم الغالي اخوي احمد تكلم براحية بدون اي تردد يعني ان شاء الله هو اللي في خاطرك قول اخوي احمد طبعا انا عندي بزنس مشاوي ما شاء الله عندي كرفانة عربة مال مشاوي ايوه زين يا اخي زورونا المتابعينك زين ربيع مشاكيك لحم بقر لحم طازج غنم حبار نعم. دجاج نعم. ربيان كبده برجر ما شاء الله بس ما عليك ما يهمك بس ما عليك الا ترسل تعطيهم رقمي تحط رقمي وبرسل لهم لوكيشن بضبط لهم احلى تضمين ما يهمك الغالي من عيوني ما شاء الله اذا بين حرحلات او بين اي شيء انا مستعد ما حتى ما مشوي ابيع ترى
اذا بيطلع رحله ولا شيء. أيوة. مالك اللي تتصل قول محمد باين مجموعه كذا 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 انواع كذا 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 ما مشوي. نعم. وراح اضبك احلى تضبيط، بس انت عليك تشوي. حلو حلو، ما تتعب نفسك، بس عليك تشوي. اعطيك الاغراض كلها، واعطيك الصوص الخلطه السحريه. نعم. اللي هو الصوص اللون نورمال والسبايسي. ايوه، واضبطك، بس تعليك تشوي. في خلطه سحريه بعد؟ نعم. ايش هذا؟ لقب الزباين ملقبيني مالي، لان صراحه الخلطه مال الصوص مالي ولا غلطه حقيقي يعني صراحه. اي بنجي زورك، بنجي عندك. انا ما امدح ولا شيء، بس اتمنى المتابعينك يزورون. ما يهمك ان شاء الله. بس باغنم يزوروني وخلي الموضوع علي، والخلطه السحريه هي اللي راح تتكلم. ما يهمك. ما انا ما الاكل اللي راح يتكلم باذن الله تعالى. باذن الله، وراح تدعني عشان هذا الخلطه السحريه. اما الحين يسمعوك ويتابعوك، وان شاء الله راح انا احط رقمك من عيون الثنتين يعني. لكن وين بالضبط في سوق الخوض؟ سوق الخوض. ايوه، في سوق الخوض. عند مسجد جامع الشعبيه، عند نفط عمان، نهاية سوق الخوض. ممتاز صراحة، ما شاء الله عليك. ما يغوي ابدا، جنبي نفط عمان، جنبي مسجد الجامع الشعبية. ايوه ايوه. لكن ايش نوع الاكل؟ في لحم بقر 100 بيسة، لحم غنم 200 بيسة، حبار 200، دجاج 200، كبدة 200، برجر بريال. ما شاء الله. ما عليك الا الذرة المشوي، سكري طازجة من المزرعة اجيبها. ما شاء الله. ايوه 500 بيسة، مرة ما شاء الله كبار. ما شاء الله. وسكري مرة. فاتح الحين انت؟ فاتح خلاص باذن الله. راح افتح الساعه 5. الساعه 5 العصر. نعم، بعد نهايه الدوام ان شاء الله راح افتح الساعه 5. الحين ما افتح؟ الحين ما افتح. والحمد لله يعني في الاجازات في الويكند ما شاء الله عندي زباين دايم ياخذوا لحم ما مشوي. ما شاء الله. يروحوا مزرعه يحكوا الشاطي يشيل له انواع واشكال لحم، حبار، دقاق، ربيا، كبده، برجر على الفحم يعني. ما مشوي، بس انت عليك تشوي. ما عليك الا ترسل على الواتساب. ايوه، وراح يوصل لك اللوكيشن. بس انت زورني والباقي خليه علي ان شاء الله. نعم ان شاء الله. والشباب اللي حب يزور محمد يرحب فيك مره. اليوم انت ما بتكلم على السياره، بتكلم على الشقيقه. يعطيك العافيه محمد. ان شاء الله محمد، اسال الله لك التوفيق ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ربي يوفقك في هذا العمل يعني. امين يا رب. الواحد يسعى. الشباب ما يبغى يقص، راح يزوروك. اتمنى صراحه راح يزوروك باذن الله تعالى. اللي يجي خليه يقول جاي من طرف احمد عند حاله عرض خاص. ايوه كذي. ها نعم. حلو ممتاز صراحه. بعد حتى اثناء مثلا التعليم انا لما اعلمه هذا بمر عندك. تعال والله وجيب سؤو تلاميذ. ما يهمك ان شاء الله. لا لا بنضبطهم ان شاء الله. حتى الاجانب، الاجانب يحبوا المشاركه. لا ما شاء الله صراحه كثير يعني. اخوي احمد حقيقه بهذه النقطه واجد عند الزباين ما شاء الله. زباين واجد كثير يعني من الجنسيه الافارقه والاجانب وهذيلا. وحب المشاوي. جوعتنا يا محمد. مشوقك ما لا جوعك بعد. خليك تتعنى من الانصب جينك الخوف. باقيك باقيك. تشريف اخوي احمد. بس انت ارسل لي وقته. لا لا ان شاء الله. بضبطك احلى تضبيط. حلو. الخلطه السحريه اخر حزه اللي تحبها. يقول لك المثل اذا ذاق ما لاق. هي قرب يا ولد قرب، الزين عندنا والشين حوالينا. ايه الخلطه السحريه دي اللي ياخذ 100 مشكاك صبار مجانا. اللي ياخذ 200 مشكاك احلامه تتحقق. ها؟ اللي ياخذ 500 مشكاك ايوه حالته تذكره على السفر على حسابي. حلو. نعم ممتاز. واللي ياخذ 1000 مشكاك ايوه ضمان سنه ما يصير فيه شيء باذن الله. باذن الله تعالى. ان شاء الله. واجد واجد عندك عروض مره قويه. قويه لا صارت لا استوت. مشكور اخوي محمد، مشكور ما شاء العفو الله. العفو ما بين العفو اخوي. يعطيك العافيه والله. يعافيك ربي يا رب. صراحه سياقتك ممتازه جدا يعني. الحمد لله رب العالمين. مسكت للستيرنج المسار، طلوعك من المواقف جدا جدا يعني صراحه اسعدني هذا الشيء يعني. لما في الشارع يعني اهم شيء التركيز. شيء اهم شيء التركيز. نعم اهم شيء التركيز صراحة. ابدعت في السياقة ما شاء الله عليك يعني. هذا من فضل الله ربي. يعطيك العافية. من ثم من فضلك انت اخوي احمد. حبيبي حبيبي.